بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كورس التشطيبات شباب بنتكلم عن بند البياض المحارة والبياض الخارجي للمبنى اللي هو بياض الواجهات، بيبقى اسمه بياض الخارجي. البياض المحارة الخارجي الأول كان مباني وبعد كده بقى بالمنظر الجميل ده، يعني أكيد في فرق شاسع ما بين ده وده. البياض ده بيمسك المباني أكتر، بيخلي المباني كل طوبة محاطة بالأسمنت من جميع من 6 اتجاهات، بيخلينا يكون عندنا سطح مستوي رأسي ومستوي تماما، نقدر نشتغل عليه نعمل عليه الدهانات بتاعتنا ويبقى نضيف عليه الألوان اللي احنا حابينها. كان الشكل طوب بالشكل ده، حطينا السقالات، بدأنا الطرطشة وبدأنا المال وبدأنا الدراع، حطينا البوأج، شدينا الخيط، عملنا ظبطنا الأداء، في الآخر اتحط البياض بالشكل ده عشان نقدر نعمل عليه الدهانات. ويبدأ تحت كده زي ما انتم شايفين نحط الأجزاء دي كده، العينات، عشان نقدر نشتغل. المرحلة الأولى اللي بنشتغلها هي مرحلة الطرطشة بعد السقالات. بعد ما بنفرد السقالات بتاعتنا بنبدأ نعمل مرحلة الطرطشة. هتلاحظ هنا فرق اللون ما بين اللون ده واللون الأحمر بالشكل اللي حضرتك شايفينه دوت. شد السقالات على جنب واحد وبدأ يعمل طرطشة عليها، في جنب عليه سقالات شدة خشبية وفي هنا مرينة محطوطة على الجنب التاني بالشكل ده. دي سقالات كلها سقالات معدنية، اتكلمنا عن السقالات برضو، تقدروا ترجعوا للفيديو بالشكل ده كده. تمام، يبقى مرحلة الطرطشة. قلنا دايما ان قبل الطرطشة لازم السطح اللي احنا هنطرطشه يكون سطح نظيف، يعني لازم ينضف السطح اللي علينا ويبدأ يزود المونة، يزود المحتوى الأسمنتي في المونة علشان يقدر يشتغل في الطرطشة كويس جدا، عشان يبقى عندنا مونة قوية تقدر تمسك ما بين البياض وما بين المباني بالشكل دوت كده. دي أعمال الطرطشة، سواء بقى كان بالمارينا، بالشد المعدنية، أدي المارينا، سقالات خشبية معدنية مارينا، أيا كانت. تمام، نبدأ نشتغل في مرحلة الطرطشة بالشكل اللي حضرتك شايفينه دوت. بعد ما نخلص بقى مرحلة الطرطشة دي كمان والطرطشة خلصت خالص، بنبدأ نشتغل في مرحلة الشبك. هتلاحظ هنا حضرتك إن في شبك، الشبك ده بيتحط في الفواصل ما بين الخرسانة والمباني، سواء كانت الخرسانة في كمرة أو عمود عندها مباني، فببدأ أحط الشبك في الفاصل ما بين العمود وما بين المباني، أو ما بين الكمرة وما بين المباني بالشكل اللي حضرتك شايفينه دوت. هتلاحظوا هنا إن في شبك في الدور ده، شبك في الدور ده، شبك هنا في الدور ده، في كل دور، وببدأ أحط الشبك. لاحظ هنا أدي الشبك أهو، شبك، وهكذا تحت الكاميرا وفوق الكاميرا. يبدأ يحط الشبك هنا جنب العمود اليمين وجنب العمود الشمال، يعني على جانبي الأعمدة، فواصل كلها فوق هنا، تحت البلاطة، فوق البلاطة، جنب العمود اليمين، جنب العمود الشمال، يسلخ عليها ويثبتها. كل ده بعد الطرطشة. لاحظ هنا الخيط ده هنتكلم عليه دلوقتي، هو البؤك. تمام، يبقى حطينا الشبك، حطينا كل الفواصل، اشتغلنا في الشبك. اوعى تنسى ان التشطيبات دايما بتكون من فوق لتحت بالشكل ده كده. ادي الشبك، بس شكل الشبك ده رديء شويتين ثلاثة كده، فعايزين نبدأ نتأكد ان الشبك يكون شبك نظيف معتمد عشان يقدر يكون ثابت ويقدر يتحمل الشغل اللي عليه. بعد كده بنبدأ في مرحلة البؤج. طبعا خلاص عرفنا ان ايه بؤجة، هي الجزء النتوء البارز دوت اللي هو بنظبط عليه الخيط الافقي والخيط الرأسي علشان نضمن استواء الواجهة رأسيا وافقيا بالشكل ده كده. دي البؤج. نبدأ بعد كده نشد خيط وننزل ميزان خيط. شايف هنا، تلاحظ عند الزاوية ديت، في ادي الميزان بتاع الخيط موجود هنا. لاحظ هنا، بص الحيطة دي لازم يتحط بؤجة في الناصية وفي الركن وفي المنتصف. لاحظ هنا دي بؤجة التانية التالتة، بص الرابعة، في 5 6 7 8 9 10. أتمنى أنتوا تكونوا ملاحظينها معايا. الراجل اللي عامل ده كده واقف بيثبت البؤجة وهكذا. شايفين هنا، شايفين الخيط اللي فيه الطوبة دوت، الطوبة اللي متعلقة دي، شايفين الطوبة اللي متعلقة دي عند الركن، كل ركن في المبنى. شايفين أدي ميزان الخيط أهو واقف عند البؤجة. تمام، يبقى المهندس بيبدأ يستلم، يلاقي خيط نازل على البؤج ماشي مع البؤج كله مع بعضه،
والطوبه دي ماشيه معاهم. طبعا يعني المهندس الصح اللي هو اللي بيقف يستلم بالتفصيل، لكن يعني دي عايزه ميزان، عايزه عدسه مكبره يعني عشان الواحد يستلم بيها الصح الصح يعني، لان تلاحظ مع الارتفاع بتاع المبنى دوت. فانا انصح العامل وانصح المهندس بعدسه مكبره في الموضوع دوت. طبعا يعني ايه، هو هزار بس بجد برضه. شايف هنا، شايف البقعه دي، شايف الميزان ده، ويبدا يشتغل ويظبط البقع كلها مع ميزان الخيط. لاحظ الصورة دي، لاحظ البقعة اللي تحت، واحط واحدة زيها فوق، واظبط كل اللي في النص عليهم، واشد خيط رأسي وافقي، اشد كل الخيطان. شايف الازازة اللي فيها الرمل دي؟ طبعا ده جزء، ده كان في الخرسانة. لاحظ هنا البقعة دي بتبقى بقعة طالعة بس طبعا شكلها مش كويس. لاحظ كده فوق في بوجة، هنا بوجة تانية، بوجة تالتة، بوجة رابعة، وهكذا يعني كل 2 3 متر كده بروح حاطط بوجة، بحيث ان اشد ما بينهم خيط واساوي المستوى او السطح بتاعه، بحيث ان في الاخر خالص ان في سطح مستوي من غير ريجة، من غير تموجات، من غير بارز وغاطس، وهكذا. ادي العمال اللي واقفين فوق، انا شايف ان في بوجة في الركن ده وبوجة في الركن اللي هناك، وبعد كده كل 2 متر مثلا واخد بوجة. لو حد واخد باله مكان الماوس ده كده، ادي بوجة التانية التالتة الرابعة وهكذا. لاحظ الصورة، أظن إن البؤج ظاهرة يعني. أدي بؤجة، 2 أهي، 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام يا شباب، حد واخد باله كام البؤج؟ أتمنى إنها تكون واضحة بالله عليكم، تكونوا إيه واضحة وتعرفوني إن الصور واضحة. أدي البؤجة، وأدي الخيط، أدي خيط رأسي على السوكة بتاعة البؤجة بالظبط، ويبدأ يستلم الشغل كده. شايف البؤجة مع الخيط، الشغل بقى مظبوط. شد خيط على البؤج كله مع بعضه، ادي البؤج وادي الخيط. الله ينور يا باشمهندسين، بالشكل ده كده يا باشمهندسين متعلمين بتوع مدارس، صلوا بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ادي الخيط وادي البؤج اهي ماشيه مع بعضيها لغايه فوق خالص، كله يمشي خيط واحد. اتمنى ان البؤج خلاص، موضوع البؤج ده كده تمام، كله يتساوى، يبقى كله ماشي خيط واحد، ماشي ميه واحده، الدنيا تبقى زي الفل. بعد كده عندنا حاجة اسمها التأميم النواصي، أي ناصية أي أمية لازم تتظبط. طيب في بقى حاجة كمان، خلي بالك كده معانا، نجيب بقى القلم والإيه، نجيب القلم ونبدأ نعلم عشان نركز مع بعض. بصوا كده يا شباب، شايفين الشكل البارز ده حوالين، في هنا في جزء بارز كده، اللي هو الجزء البارز ده، معلش بقى مش عارف أرسم كويس، ده كده الجزء البارز بتاع الشباك اللي فوق دوت، لو حد واخد باله كده من الجزء البارز بتاع الشباك ده، كل دي اسمها اميات. طالما فيها سوكه، طالما فيها زاويه، يبقى فيها اميات. بص كده، شايف الحيطه دي، الحيطه دي كده واخده اميه. المفروض بقى وانت شغال تشد خيط من فوق لتحت على مين؟ على السوك دي كده. انا الخيط مش ماشي كويس، بس المفروض ان كل ده يعني ده يكون ماشي مع ده، تمام، واخد بين بقى يا شباب، ده يكون ماشي مع اللي فوقيه وهكذا، كل ده يمشي خيط واحد. السوكه دي لازم تمشي مع السوكه دي، لازم تمشي مع السوكه اللي تحتيها، لازم تمشي مع السوكه اللي فوقيها، الكلام ده لازم كله نبقى فاهمينه، تمام. اي زاويه يبقى اسمها اميه بيأممها، تمام. طبعا هو بيحتاج فيها جبس، المفروض ان احنا ما نحطش فيها جبس، ممكن نحط فيها فريسبيكو يبقى زي الفل. طبعا الفريسبيكو جوه جوه الغرفه اهم في البياض الداخلي، اهم من البياض الخارجي. ليه؟ الفريسبيكو بره مش معرض انه يتكسر، لكن جوه السوك معرضه انها تتكسر، جوه بيبقى في حركه في عفش، لكن اللي على الواجهه مش معرض ان يتحصل له صدمه او يتحصل له خبطات، يعني مش معرض للخبط، لكن البياض الداخلي معرض للخبط. فالسوك في البياض الداخلي لازم لها فريسبيكو، لكن بره لا. لكن في بعض الاشتراطات وبعض المواصفات بيحطوا فريسبيكو في السوك، خلاص هو كده ضمنها وظبطها، ومش محتاج بقى ساعتها ان هو يحط جبس، تمام. طيب بص، الفتحه دي كده، الفتحه دي كبيره جدا واسعه جدا زي ما انت شايف كده. الفتحه دي كده كل الخط بتاعها الخارجي ده بيبقى اسمه اميه، تمام، بيبقى اسمها نص. طيب الفتحه دي لو مساحتها اكتر من 4 متر، 4 متر فيما فوق، بتتحسب نص المساحه، يعني المبيض بياخد نص حسابها. ليه؟ لان هو بيشد السقالات، فهو بيتعب عشان يشد السقاله، فالفراغ اللي فوق اللي هو هيبيضه تحتيه فارغ، الفارغ ده لازم ياخد نص حسابه. ليه؟ لانه حط له سقاله،
فهمنا الفكره؟ لان في ايجار سقاله، في مصنعيات للناس اللي حطت السقاله وهكذا. لكن البياض الداخلي جوه اي فتحه اقل من متر بتتحسب سد، اكبر من متر تتحسب فراغ. البياض الخارجي اي حاجه اقل من الاربعة متر، اقل من الاربعة متر بتتحسب سد، اكبر من الاربعة متر بتتحسب نص الفراغ. تمام؟ يبقى 2 متر للمبيض المحروق و2 متر للمقاول وهكذا. طيب الشكل ده طبعا احنا هنتكلم برضو عن البرامج وهكذا، وهو شغال قبل ما يشتغل هنا في البياض في الجزء ده عمل البرامج، برضو هنتكلم ان شاء الله عنها. ادي البياض بتاع المحارة، الراجل شغال فيه. لاحظ هنا فوق في كاميرا كده بارزة بيعمل لها نحاتة. لاحظ الأمميات، لاحظ الشبابيك دي لونها مختلف، ليه؟ لأن هو بيئمها. لاحظ هنا إن في طوب بارز، الطوب البارز ده بيتعمل له تأميم. تمام؟ تمام. الفتحات قلنا دي لو أكبر من 4 متر بتتحسب نص فتحة. خلاص كده موضوع التأميم خلص. لاحظ هنا كده، بص شايف السوكة دي؟ شايف الخطوط اللي بره دي؟ هتلاحظ إن فيها بياض محارة عمل بارز. البياض البارز ده كأنه عمل بؤجة. بص كده شايف البياض اللي في الجنب ده؟ هو البياض ده ظبط السكه اللي من هنا عشان يظبط البياض اللي عليه اللي جاي من هنا، فكله لازم يمشي كله خيط واحد، في النهايه لازم تيجي السكه كلها ماشيه مع بعضها. تمام؟ شايف الجلسه بتاعت الشباك هيتعمل لها اميات، يبقى كل ده بيتعمل له اميه. تمام؟ لاحظ السوك من تحت ومن الجنب. تمام؟ لاحظ السوك بتاعت الفتحه، شايف السوكه، السوكه الناصيه، الاميه، كل ده بيتأمم. يبقى التأميم اللي هو ان انت تظبط الفتحات. اي حاجه ما فيهاش حلق مش هتحط حلق خشب، طالما مش هتحط حلق خشب فهتعملها بياض محارة، فانك هتعملها بياض من غير حلق، فده اسمه تأميم، اسمه تأميم. طيب لو عندك بقى كاميرا بارزه زي كده، كاميرا زي كده كانت بارزه، هتعمل ايه؟ هتربي لك مونه. فبدل ما اربي مونه في كل الادوار دي، دور 2 3 4 5 6، اربي مونه في 6 ادوار، لا انا انحت الكاميرا دي احسن، لان الكاميرا دي فتحت اثناء الصب. تمام؟ يبقى ده نحت الكاميرا، بينحت الكاميرا دي، نحت الكاميرا دي، خلاص ظبط الشغل. بعد ما دي اتنحتت ودي اتنحتت هيمشي كله مع بعضه خيط واحد مع البؤك. تمام؟ يبقى ده النحت. طيب بيبدا يملى المنى، يحط مل، شايف المل اللي تحت ده، وبعد كده يحط الدراع. يحط مل يملى بالمسطرين والطالوش ويفرد بالبروه والدراع بالحاجة. شايفه ده؟ شايف هنا واقف ازاي على الشده ديت؟ انا قلت ان ده خطر جدا، الشدات دي المفروض يبقى فيه برندات، يبقى فيه خشب في النص كده اسمه برندات، يمسك الشده ويبقى حاجز حامي ظهر البنا وهو واقف، حامي ظهر الموبايل المحاره وهو واقف، ما يشتغلش بالشكل اللي هو واقف بيه دوت يعني. فده الدراع، لاحظ انه ماسك الدراع بيدرع الحيطه ويبدا يشتغل. ادي الراجل ده ماسك الدراع ودوت ماسك الدراع، ويفرد الحيطه يمشي على البؤج ويظبط الشغل. وصلنا لمرحله العراميس. الله، ايه المبنى الجميل ده؟ المبنى ده اللي هو في كلية الطب القصر العيني في أم الدنيا مصر. البؤج دي يا شباب، بؤج إيه؟ مفيش بؤج، هنا في عراميس. العراميس دي سواء بقى كانت في مباني، كانت في بياض اسمها عرموس. العرموس بيدي شكل جميل. بص كده العراميس اللي موجودة في الفيلا الجميلة ديت، السطح ده مستوي تمام مفيش حاجة، بعد كده في خط أفقي، خط أفقي، خط أفقي وهكذا، وبعد دي اسمها عراميس. خط افقي ده مش ماشي مع الخط الافقي اللي موجود في السوق دي، عشان كده انا زعلان متضايق. ليه؟ لان المفروض يا شباب نمشي على موديوله، نمشي على موديوله في البلان وفي الواجهه. المفروض اعمل موديوله، الموديوله كل 30 سم، كل 50 سم، اشتغل على موديوله. اي خط افقي هاخده يبقى ماشي على 30 سم، اي خط افقي هاخده يبقى ماشي على موديوله ثابته. طالما انا هعمل موديوله ثابته يبقى زي الفل. حتى المعماري هو بيصمم البلان يعمل موديوله، حتى المعماري هو بيعمل الواجهه يعمل موديوله. يعني ارتفاع الدور لما ينفع يتقسم على 30 سم، اعرف اظبط العراميس بتاعتي، اعرف اظبط الشغل، اعرف اظبط من ارتفاع الشبابيك. يبقى المفروض يبقى في موديول في التصميم. اتمنى ان الناس المعماريين يخلوا بالهم من النقطه دي. تمام؟ طيب هنا الجزء ده بتاع العراميس دي، العراميس دي بتدي شكل حلو، بس مش شكل بس، العراميس دي في غاية الأهمية في موضوع البياض وفي موضوع الدهانات. ليه في موضوع البياض؟ هقول لك يا سيدي. بسبب التمدد والانكماش وسبب درجات الحرارة بيحصل شروخ في بياض المحارة، لأنها معرضة للشمس دايما ومعرضة للهواء دايما. فالمفروض إن احنا نعمل العراميس دي، العراميس دي بتبقى كأنها فاصل، زي فواصل التمدد اللي بنعملها في الخرسانة. فلما تعمل عراميس يبقى ده اسمه فاصل تمدد في البياض. يبقى انت اول حاجه كسبتها انك منعت الشروخ اللي بتحصل في بياض المحاره. خدت بالك من الملاحظه دي؟ الملاحظه دي مهمه جدا. تمام؟
طيب الملاحظة التانية بقى، وانت بتعمل الدهانات، العامل المبيض المحار اللي بيجي يعمل الدهانات بتاعت الجرافياتو او السافيتو او الدراي ميكس او الكلام ده، لما بيجي يعمل الدهانات مش هيخلص الواجهة دي في يوم واحد، عشان كده هيجي اللي انا عملته امبارح واجي اكمله النهارده، هلاقي ان في خط فاصل ما بين الاثنين، هلاقي ان في درجة واحد غامق وواحد فاتح ما بين الخط ما بين الاثنين. عشان كده المفروض ان انا اعمل عراميس، والمفروض ان انا اليوم اللي اروح اعمل فيه الواجهة البياض اوقف من العرموس للعرموس، يعني لما اجي اعمل الدهان بتاع الجرافياتو اروح انا عامل ايه؟ واقف من عرموس للتاني، يبقى بدايه العرموس ونهايه عند العرموس، ما اوقفش في النص. في الحاله دي الالوان هتبقى متقاربه، ايدك هتبقى واحده، الشكل هيبقى مظبوط. يبقى في غايه الاهميه انك تعمل عراميس، يعني العراميس دي ما هيش شكل جمالي فقط، دي مفيده جدا جدا في تنفيذ البياض، ومفيده جدا جدا في تنفيذ الدهانات، تمام؟ طيب ادي العراميس. هنا بقى حاجة في غاية الأهمية بالنسبة لموضوع العرموس، إيه هي؟ إن المنسوب بتاع العرميس يمشي خيط واحد. تخيل بقى إن المنسوب ده ما كانش في منسوب الشباك، مش في المنسوب ده، يبقى هنا في لخبطة. كمان المفروض إن الراجل البنا يظبط إيده في منسوب العتب بتاع الشباك ده والعتب بتاع الشباك ده، لأن لو العتب ده مش في نفس منسوب العتب ده العرموس هيفضح. فلذلك زي ما المهندس محمد بدأ يقول في الفيديو، قال لك إيه؟ قال لك العرميس بتفضح البنا. عشان كده نخلي بالنا من الكلام ده، ويا ريت نرجع لفيديوهات المهندس محمد بدوي، فيديوهات في غايه الفايده والروعه. هنا هتلاحظ ادي العراميس اللي موجوده هنا، العراميس اللي موجوده هنا دي كلها لازم تتظبط مع بعضها على شرب، تتظبط مع بعضها على ايه؟ على شرب واحد. ادي العراميس اهي، بص بقى الراجل واخد هنا اثنين عرموس في المكان الفاضي هنا ما بين الشبابيك، حسب ما انت عايز. ده واخد العراميس في نفس منسوب الشبابيك، الثاني واخدها ما بين منسوب الشبابيك. يبقى كل بقى واحد معماري هو يمشي مع مزاجه. شوف بقى دوت عامل ادي العراميس، نخلي بالنا بقى العرموس اللي هنا، العرميس اللي هنا لازم تمشي في منسوب العراميس اللي هتيجي هنا، هنا في فاصل اه، لكن لازم يمشوا الاثنين في منسوب واحد، عشان كده لازم تعمل الكلام ده بميزان قامه. طيب نفس الكلام، شايف العراميس اللي في السوكه اللي هناك دي؟ المفروض الصح انها تبقى ماشيه مع العراميس اللي جايه هنا مع الواجهه، عشان كده بقول لك امشي على موديوله، امشي على موديوله. تمام؟ هنا الراجل المفروض لما يجي يعمل العراميس، يا اما بيعملها وهي الخرسانه لسه طريه، يا اما بيبدا جه يعملها بعد ما البياض المحاره خلص. طب بياض المحاره خلص يعمل ايه؟ يحط ابده، يحط دراع ويمشي عليه بالمكنه، مكنه تفتيح العراميس دي نفس المكنه او شبه المكنه اللي بتفتح الخراطيم بتاعت الكهرباء للراجل الكهربائي. تمام؟ يبدا يشتغل. خلي بالك لازم تساوي الفتحه بتاعت العرموس، يعني سمك الفتحه يبقى واحد، سمك فتحه العرموس يبقى واحد. المسافات ما بين العراميس تبقى ثابته، المنسوب بتاع العراميس يبقى واحد. يا ريت الكلام ده نبقى فاهمينه يا شباب. بص فتحه العرموس مظبوطه ازاي، خط افقي مظبوط، يبقى افقيا مظبوطه، افقيا مناسيب العراميس ماشيه مع بعضيها، مناسيب العتب ماشي مع بعضه، عتب الشبابيك والابواب، يبقى النقط دي كده واضحه مع بعضيها. طيب سمك العرموس هنا نفس سمك العرموس تحت، الكلام ده كلام رائع. طب ايه بقى الابيض الجبس اللي محطوط في العراميس دي؟ هقول لك يا سيدي، واحد بقى هو بيفتح العرموس عايز يدي شكل جوه العرموس، عايز يدي سنه كده شكل كده زي شكل كورنيشه جوه العرميس من جوه، عشان كده زي دي كده بيعملها بجبس، بيفتح العرموس بزياده شويه يخلي العرموس واسع، وبعد كده يبدا يملاها جبس، وبعد كده يحط جواها فرمه، الفرمه دي اللي بتدي له الشكل بتاع العرموس، السنه اللي موجوده جوه او الكورنيشه اللي موجوده جوه. طيب الواجهه اللي على محور اكس والواجهه اللي على محور واي، هنا في عراميس اتقابلوا مع بعض، العرموس ده لازم يبقى في منسوب العرموس ده، ده لازم يبقى في منسوب ده، ده لازم يبقى في منسوب ده، يبقى لازم تمشي العراميس كلها منسوب واحد. طيب بص كده، العتب بتاع الشباك من فوق لازم ده يقفل مع ده، يقفل مع ده، يبقى لازم عينك تلمح ان كلهم في منسوب واحد. كده انت مهندس، كده انت مهندس فاهم الفكره. لازم سمك البلكونه هنا يبقى نفس سمك البلكونه هنا، الا اذا كان الراجل بتاع المعماري مغير الكلام. تمام؟ يبقى المعماري عمل كده يبقى لازم تستلمه كده. التعريض، سمك العمود هنا فوق يبقى قد سمك العمود تحت، ده في البياض. هو نفس الكلام في الكتف اللي فوق ده، بص هنا في فوق كتف كده، الكتف ده لازم يبقى السمك واحد. فاهمين انا اقصد ايه؟ الاقي ان سمك ده قد السمك ده، حتى لو انا ظبطته بالمباني اظبطه، اظبط الشغل. تمام؟ هنا ادي العراميس ماشيه مع بعضيها، الشغل يبقى مظبوط. البرامج قلنا هنتكلم عليها واحنا شغالين ان شاء الله. ادي الاميات، ادي العراميس، واخد عند كل شباك، عند العتبه من فوق وعند الجلسه من تحت، عند العتبه من فوق والجلسه من تحت، وهكذا. يعني مهم في الاخر خالص انك تعمل العراميس. بص الراجل ده واخد العرموس،
عند الجلسه بتاعت الشباك وعند العتب بتاع الشباك، تمام؟ واحد تاني يمنى بيعمل ايه؟ بياخد عراميس في نفس المنشوء الشباك، بس في منسوب الشباك، واحد تاني بياخد عراميس ما بين الشباك اللي تحت والشباك اللي فوق، حسب ما انت عايز. انا كده في النهايه اكون بشكر حضراتكم جدا جدا جدا، بسالكم الدعاء كلكم، ادعوا لي بالله عليكم ولابويا ولامي، وجزاكم الله عز وجل خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.